كيف نشغل بث مباشر مع صوت في تيك توك بدون طبعا ما نظهر وجهنا، فقط صوت، او نشغل القرآن فقط على البث المباشر بدون ما نطالع وجهنا او صورتنا؟ تابع الشرح للآخر وركز على البرامج اللي نزلتها مشان ما يظهر لك اعلانات. اول شيء راح ندخل على متجر بلاي او اب ستور اذا كان موجود عندك، اكتب مشغل MP3. راح نختار مشغل ما بيه اعلانات، يعني لا يوجد اعلانات بالتطبيق مشان ما يظهر لك اعلانات. ندخل اول شيء على مشغل MP هذا مثل ما شايفه، نزل هذا، لا تنزل هذا هناك لانه هذاك اغلبها يظهر اعلانات اثناء تشغيل صوت او كذا شيء. بعدين نحط فتح بعد التنزيل ونحط سماع، وبعدين نكتب بالبحث، نضع بالبحث قرآن مثلا. طبعا لازم يكون لك منزل هذا الشيء، يعني منزل القرآن اللي بدك او السورة او سورة او قرآن. نكتب سورة مشان يظهر لنا الاشياء اللي منزلها، نختار وحدة منها لا على التعيين، يعني اللي بد الصوت اللي بدك تشغله انت. اختارين مثلا التلاوة هاي، راح تظهر عدة بهذا الشكل من فوق، نطفيها وبعدين نخرج. بعدين ندخل على تيك توك ونحط، ندخل إضافة وندخل على كلمة لايف، يعني تشغل لايف بشكل طبيعي. نحط على الجهاز، الكاميرا الجهاز الخاصة بينا. بعدين نغير العنوان، نكتب قرآن مثلا، اكتب قرآن أو إذا بدك تحدد السورة اللي أنت بدك تشغلها، المهم مشان يطلع بالبحث. بعدين نختار صورة، صورة غلاف وليس صورة للبث، نحط هاي مثلا الصورة هاي، قرآن يهدي إلى الرشد، راح تظهر بهذا الشكل. بعدين نحط المؤثرات، نحط على الشاشة الخضراء، نختار كلمة الشاشة الخضراء ونختار هذا الخيار اللي يخليني بدل الصور، ونختار صورة، هاي الصورة اللي موجودة هي بالمعرض أساسا عندنا. وبعدين نحط بدأ، راح يبدأ اللايف أول البث المباشر بهذا الشكل مثل ما شايفين. نشغل بعدين التلاوة، وراح يبدأ يظهر صوت التلاوة على اللايف والناس تشوفه. طبعا أنا ما شغلت القرآن لأنه خاف عليه حقوق صاحبه مثل ما شايفين. بالفترة هاي شقد شغلتها، فترة فقط اللي أنا عم أصور بيها. الآن راح أظهر لكم النتائج البث المباشر مثل ما شايفين. هاي النتائج، مدة البث تقريبا 3.39 دقيقة، 39 ثانية. شوفهم كم مشاهد بي، 264 خلال هاي الفترة القصيرة فقط. وبعدين أنا وقفت البث وبس، وسلامتكم.